السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. فيديو النهاردة بإذن الله فيديو مميز جدا، ويا ريت أي حد بيشاهد الفيديو ده يركز فيه جدا، لأن الفيديو النهاردة بإذن الله أنا جايب لك صورة عظيمة جدا، صورة مذهلة، صورة معجزة بفضل الله عز وجل، تقرأها إن شاء الله في اليوم الأول من عيد الفطر المبارك. أعاده الله دايما يا رب عليكم بالخير، وبإذن الله عيد الفطر اللي جاي ما ينتهيش أو ما يجيش غير وكل واحد فيكم محقق كل شيء بيتمناه. فيديو النهاردة بإذن الله أنا هكلمكم على فايدة عظيمة جدا. الفايدة دي بإذن الله يا جماعة هنستخدم فيها سورة هي أعظم سورة في القرآن الكريم، والكلام ده أنا مش جايبه من عندي، ولكن الذي قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وعايز أقول لكم حاجة مهمة جدا، وهي أن هذه السورة أطلق عليها مسميات كثيرة، فأطلق عليها بالشافية وأطلق عليها أكثر من مسمى. يعني هذه السورة من كتر ما هي كانت عظيمة ومن كتر ما هي كانت لها ثمرات كثيرة أطلق عليها كثير من المسميات، وطبعا تعدد المسميات يدل على عظم المسمى. والسورة دي من كتر عظمتها يا جماعة أنا نزلت عليها كذا فيديو، يعني أنا نزلت فيديوهات كثيرة جدا عن الفوائد أو الأسرار اللي موجودة في هذه السورة. والسورة دي يا جماعة كان لها تجربة جد عظيمة جدا، يعني ان كان هناك احد الصحابة شاف شخص كان ملدغ من عقرب وكان سيد القوم، وراقب هذه السورة، وسبحان الله الله عز وجل يعني سبحان الله جعله سبب ان هذا الرجل يفوق من هذه اللدغة. ساعتها الصحابة حتى استنكروا الفعل ده، اللي هو قال له يعني انت تقرأ السورة دي على الشخص ويتشفي؟ فراحوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اقروا على هذا الفعل، عشان كده اطلقوا عليها بالشافية. طيب الصورة دي والفايدة دي أنا محتاج أقول لك حاجة مهمة جدا في البداية، وهي إن أنت أما تيجي طبعا تخيل أما تيجي في اليوم الأول من عيد الفطر أغلب 99% من الناس بيخرجوا يتفسحوا وبتاع، طبعا أنت تفسح واخرج واعمل كل حاجة، بس تخيل أنت أما تخلي ذكر الله عز وجل له الأولوية وتذكر الله عز وجل، بذمتك أنت هتتساوى باللي ما ذكرش الله عز وجل أبدا؟ لا طبعا. فبالتالي محتاجك تطبق الفايدة دي عشان بإذن الله تشوف المعجزات وتشوف تيسير في كل جوانب حياتك إن شاء الله. كل اللي طالبه منك بإذن الله في الفايدة دي أو الطريقة دي اللي احنا هنعملها إن شاء الله، كل اللي طالبه منك 3 حاجات. أول حاجة إن أنت تردد هذه السورة وترفع لهذه الفائدة بيقين. أما تاني حاجة هي إن بإذن الله محتاجك تبقى متأكد إن أنت بعد ما تطبق الفايدة دي هيتحقق معاك الثمرات التالية. طب ايه هي الثمرات اللي هتتحقق معايا عبد الله بعد ما طبق الفايده دي؟ اول ثمره باذن الله هي قضاء حاجاتك واهدافك ان شاء الله. الصوره دي يا جماعه مفيده جدا وعظيمه جدا في قضاء الحوائج. لو انت عندك حاجه او عندك امنيه او عندك هدف، باذن الله حاجاتك او هدفك او امنياتك باذن الله تتحقق. اما تاني امر هو زوال الهموم والاحزان ان شاء الله. لو انت عندك هم او عندك دين او عندك مشاكل او عندك هموم او عندك ازمات في حياتك، باذن الله هذه المشاكل هتتحل وهتزال. ثالث حاجه ان شاء الله هي ان انت باذن الله لو كنت بتعاني من تعطيلات او كنت بتعاني من مشاكل في التعطيلات اللي هي مثلا تعطيل الزواج او السحر او هذه المشاكل الروحانيه، ان شاء الله هتشفى وهتعالج نهائيا باذن الله بعد ما تطبق هذه الفائده ان شاء الله. طيب بطبق الفايده دي ازاي يا عبد الله؟ هبدا ان شاء الله يا حبايب قلبي في ذكر تفاصيل الفايده، وهقول لك بالظبط تطبق الفايده دي ازاي وتعملها ازاي بالظبط. بس قبل ما ابدا اتمنى لو انت جديد في القناه تشترك في القناه، ولو انت معايا قديم في القناه تضغط على زر اللايك وتدعي لي دعوه في التعليقات بالتوفيق. ويلا بينا يا حبايب قلبي نسمي الله ونبدا في ذكر التفاصيل والفائده بالكامل ان شاء الله. اول حاجه محتاجك تعملها ان شاء الله هي ان انت هتيجي في اليوم الاول من عيد الفطر في اي وقت من الاوقات، يعني مش شرط صباحا ولا مساء ولا كده، في اي وقت من الاوقات. ومحتاج اقول لكم حاجه مهمه جدا، وهي ان انا قلت كتير يا جماعه ان انت لو انت عايز تعمل الفايده دي تاني يوم في تاني يوم العيد يعني عادي، عايز تعملها في اي يوم تاني عادي، يعني لا يشترط يوم معين، اعملها في اول يوم. طيب لو انا عايز اعملها في تاني يوم او تالت يوم عادي، فاهمني؟ فانا عايزك تبقى عارف ان الاعداد والاوقات ليست الزامية، احنا بنستخدم طبعا للتجارب وكده لكن ليست الزامية. طيب بطبق الفايدة دي ازاي يا عبد الله، او بعملها ازاي، او طريقة تطبيقها ازاي؟ كل اللي بطلبه منك زي ما قلت لك ان انت بتيجي في اليوم الاول من عيد الفطر، واول حاجة بتعملها ان شاء الله هي ان انت بتقرأ ان شاء الله سورة الفاتحة، بتقرأ سورة الفاتحة 7 مرات او بتقرأها 3 مرات، يعني انت عندك حاجتين، يا تقرأها 7 مرات يا تقرأها 3 مرات.
طبعا انت بتقراها بيقين، لان زي ما قلت لك الفايده دي هتفيدك في تعجيل الزواج، لو انت عايز تعجيل زواج هتفيدك في جلب المال والرزق، تفيدك في زوال الهم، تفيدك في تحقيق المعجزات، تفيدك في جلب الهيبه والقبول وتحسين قبولك عند الناس، افادات كثيره جدا. فبتقرا سوره الفاتحه 7 مرات او 3 مرات. بعد ما بتقرا سوره الفاتحه 7 مرات او 3 مرات بنيجي للخطوه الثانيه ان شاء الله، وهي ان انت بتقول هذا الاسم 219 مره، والاسم هو اسم الله عز وجل القوي. بتقول يا قوي 219 مرة. دي تاني خطوة. يبقى احنا لحد دلوقتي قلنا خطوتين، سورة الفاتحة بعدها يا قوي 219 مرة. بعد ذلك بنيجي لتالت خطوة ان شاء الله، وهي ان انت بتقول الدعاء العظيم ده 7 مرات كاملة. والدعاء اللي انت هتقوله ان شاء الله 7 مرات هو اللهم اني اسألك باسمك الاعظم، او اللهم اني اسألك بحق اسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت، واذا سئلت به اعطيت، أن تقضي لي حاجتي، وهي وتذكر بقى حاجاتك أو أهدافك أو أمنياتك أو الأمور اللي أنت نفسك تتحقق. يعني مثلا أنا شخص نفسي ربنا يكرمني وأبقى شخص مثلا ناجح، أو عندي فيلا، أو عندي مش عارف إيه أو كده، فبدعو الله عز وجل إن هو يحقق لي هذا الأمر. وعلى فكرة في الفايدة دي يا جماعة يجوز إن أنت تدعو الله تعالى بأكثر من حاجة، يعني يجوز إن أنت تدعو الله تعالى بحاجة واحدة أو أكثر من حاجة، كل ده جائز. تمام؟ طبعا تفاصيل الفايده ان شاء الله انا هكتبها لكم في صندوق الوصف. عيد سعيد عليكم، واتمنى يا رب وربنا يسمع مني ان شاء الله، اتمنى من كل قلبي عيد الفطر المبارك القادم لا ياتي الا وكل واحد فيكم ان شاء الله محقق كل شيء هو بيتمناه. وبس كده يا حبايب قلبي يكون الفيديو خلص، اتمنى تكونوا استفدتوا منه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.